لقد عايشنا طوال عقود كيف سوقت إسرائيل سرديات تاريخية ملفقة دحضهم الرهون كثر من بينهم إسرائيليون لسيطرة هذه السرديات على العقل الجماعي العالمي. حتى إذا ما تجرأ أحد أن يناقش أي سردية إسرائيلية سيطاح به بتهمة معاداة السامية، وهذه بحد ذاتها سردية إشكالية أخرى. تقصر السامية على اليهود عندما يستحوذون على العرق السامي، ينسبوه إليهم وينكروه على سواهم الأقوام التي تتحدث اللغات السامية من عرب وسريان وشوريين وكلدان. لست هنا بصدد تقديم درس في التاريخ، إنما قصدت التنبيه لأن الصمت على أي سردية تاريخية خاطئة وعدم التدقيق فيها وتحليل منابعها سوف يثبتها عبر الزمن ويجعلها في مقام الحقيقة. لعل العداء للسامية أفضل مثال على ذلك، حتى أننا كعرب ساميين تقبلناها بدون تفكير أو نقاش، وأصبحنا عند أي حوار نحاول أن ننفي عن أنفسنا تهمة معاداة السامية، نسينا أننا ساميون. فيما يبقى القول الفصل في أننا لا نقبل أي عداء للإنسانية مهما كان مصدره، سواء من أحفاد سام أو حام أو غيرهما.